المشهد الأردني على السوشيال ميديا مولع هذه اليومين، فالأردنيين نازلين على مواقع التواصل بمطالبات عدة لإشباع قلقهم وإطفاء نيران غضبهم. أول موضوع شاغلهم بيتعلق بالمواقع الإباحية، فبعد حظر لعبة ببجي الشهيرة بداية هذا الأسبوع استنكر البعض وتساءلوا عن سبب حظر اللعبة وحرمان مدمنيها منها دون الالتفات إلى المواقع الإباحية المتاحة والأولى أن يتم حجبها بدل اللعبة. وبالفعل أصوات المطالبين بحجب المواقع الإباحية أوصلها النائب خليل عطية، واللي قال باختصار في رسالة طويلة وجهها إلى رئيس الحكومة عمر الرزاز: نريد قرار جريئا وتوجيهاتكم بالمباشرة بحجب تلك المواقع الإباحية. وتساءل في الرسالة أيضا: ألا تعلم الهيئة بأن عدد زوار أحد هذه المواقع الإباحية وصل إلى 110 آلاف بين زائر ومتصفح في اليوم الواحد، أعمارهم بين 17 و 25 سنة. مطالبات حجب المواقع الإباحية مو بس هي اللي شغلة بال الأردنيين، فكمان في حفل سيقام غدا في أحد الفنادق الشهيرة قبالة ساحل مدينة العقبة جنوب البلاد، مقوم الدنيا ومقعدها متسائلين عن مضمونه بسبب اسمه وهو رغوة الشاطئ. وطبعا الموضوع ما عدى على خير عند بعض الأردنيين اللي شافوا الموضوع مبتذل وصاروا يتداولوا فيديوهات لحفلات رغوة أقيمت في دول أخرى، ويطالبوا منظمي الحفل عبر مواقع التواصل بتوضيح التفاصيل كافة حول فكرته ومضمونه وأيضا فقراته وإقامة الحفل تحت سيطرة الأمن.